بطبيعة الحال من خلال لبي وجوهر الموضوع ألا وهو الماء. الماء بفقيق فهي قصة حياة، فهي قصة عناق بين الإنسان والماء على مر القرون. بطبيعة الحال فينابيع وعيون واحة فقيق هي هبة الواحة والواحة بالمنطقة، كما هو بالنسبة لنهر النيل بمصر. بطبيعة الحال فقيق تتميز بفرشات ضخمة، فرشات مشتركة تجمع ما بين مياه السقي ومياه الشرب، ولعل هذه الفرشات المائية تمتد لكيلومترات من منطقة تسمى بتملت أو بوهدومن بإقليم فيجيج دائما إلى مشارف الحدود المغربية الجزائرية، ويحدها هناك حاجز جنوب أطلسي. إذن وهنا تبرز العيون بواحد فقيق حوالي 31 عين، إذا قلنا جوج ديال العيون بمنطقة عين الشعير. إذن بالنسبة لهذه المسألة ديال الاحتجاج أو هذا التنديد الجماعي أو الشعبي بالنسبة لأهل فقيق، جاء مباشرة بعد القرار الثاني الذي صوت من خلاله المجلس الجماعي لفقيق بأغلبية الأعضاء على قرار الانضمام إلى مجموعة الجماعات الترابية الشرق للتوزيع. بطبيعة الحال كان سجلنا أو تم تسجيل احتقان انفعال وكذلك مجموعة من الانشغالات للساكنة، ولعل أول الأمور التي ركزت عليها الساكنة هي طلب عقد لقاء مفتوح أو حوار رسمي مسؤول ما بين الساكنة وذوي القرار بالنسبة للمجلس الجماعي. مع الأسف لم يتم ذلك. ومن جهة أخرى نحيي أيضا بالنسبة أعضاء فريق المعارضة بالمجلس الجماعي لفقيق الذين صوتوا بالرفض من جهة، والذين لم يقبلوا بهذا القفز على القرار الأول، لأن القرار الأول بالنسبة للجميع فقد كان قرارا جماعيا وبالرفض للانضمام، وجاء هذا الرفض بناء على تقرير اللجنة الدائمة بالمجلس وهي لجنة الشراكة والتواصل والعلاقة مع المجتمع المدني. بطبيعة الحال تم استدعاء أعضاء المجلس بما فيه المكتب المسير من طرف السلطة الإقليمية، ليتم بعد ذلك الدعوة لعقد دورة ثانية في 31 أكتوبر. لم يكتمل النصاب ليكتمل بعد ذلك بمن حضر في 1 نوفمبر، وهو التاريخ المرجعي لإصدار قرارات انضمام بناء على القرار الوزاري في هذا الشأن. بذلك الساكنة تسجل تنديدها بمختلف فعاليات وشرائح المجتمع، ولعل المرأة التي خرجت بقوة في مسيرة احتجاجية نسوية عظيمة أبهرت العالم بنظامها وانتظامها بصراخاتها وبشعاراتها، كيف لا؟ الأم وهي السند، الأم وهي العضد، الأم وهي نبع الحياة في هذه المنطقة، ولعلها دائما مرتبطة بأعمالي وأشغالي البيت وكذلك بتربية المواشي وكذلك بالنسبة للقطاع الزراعي أيضا. بطبيعة الحال فالماء مكون رئيسي، مكون حيوي يجمع ما بين هذه التركيبة المجتمعية، ونحن نقول من جميع تريثوا وارفقوا بأهلنا بفقيق. فالواحة ليست بالقرية، الواحة ليست بالمدينة، فللواحة خصائصها وخصوصيتها ومميزاتها، ولعل هذا النداء فهو نداء إلى أهالينا بفقيق وإلى فوق فقيق، إلى عين الشعير وإلى الرشيدية وإلى زقورة وإلى طاطا، إلى جميع الشريط الواحي الذي يربط جميع بلدان المغرب العربي.